السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رامي بن سبعيني مطلوب في مانشستر يونايتد، ولكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. يبدو أن تألق الجزائري رامي بن سبعيني مع فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني لن يمر على الأندية الأوروبية الكبيرة مرور الكرام، حيث أكدت اليوم تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع لاعب المنتخب الوطني. وأضافت ذات التقارير أن النادي الإنجليزي يريد الحصول على رامي بن سبعيني ليكون بديلا لظهيره الأيسر لوك شو تحسبا لأي غياب أو إصابة في المستقبل. فهل سيقبل رامي بن سبعيني بأن يكون بديلا في مانشستر يونايتد أو سيفضل البقاء والمشاركة أساسيا مع فريقه مونشنغلادباخ الألماني؟ وكانت تقارير صحفية ألمانية قد حدثت في وقت سابق على رغبة بوروسيا دورتموند في التعاقد مع لاعب نادي بارادو السابق الذي رفض حتى الآن تجديد عقده مع ناديه الذي ينتهي الموسم المقبل. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب ليصل لأكبر عدد من المشاهدين والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد.